يعني كان في رواية، إحدى الروايات الشهيرة لنجيب محفوظ، كان قال فيها قبل كده إن آفة حارتنا هي النسيان. بس الحقيقة إنه المبالغة آفة لا تقل أبدا عن النسيان، لأنه النسيان على الأقل ممكن يكون غصب عننا، حاجة بتحصل غصب عننا، بننسى، بنسهو، بنسقط حاجات، بنتشغل بحاجات، و طبعا بعضها بيكون مهم وبعضها بيكون غير مهم، وده يمكن بحكم الضغوطات اللي بنعيشها والظروف اللي دايما بتكون محيطة بينا وانشغالاتنا والذي منه. لكن المبالغة فعل واضح، حاجة مقصودة ما بيكونش فيها جدال، لكن السهو أو الخطأ دي حاجة احنا زي ما قلت احنا بنرتكبها واحنا في كامل تركيزنا وإرادتنا. طب أنا بتكلم عن المبالغة في إيه؟ يعني إيه اللي جاب سيرة المبالغة في اللي أنا بتكلم فيه ده؟ المبالغة في أي حاجة يا جماعة. بتكلم النهارده عن المبالغه في اي حاجه، بتكلم عن المبالغه في العصبيه، المبالغه في الانفعال، المبالغه ربما حتى في الحب. احيانا بنحب بمبالغه، زي ما بيتقال كده من الحب ما قتل، ما كانوش قالوا الكلام ده لو ما كانش حتى في مبالغه في الحب. وزي ما في مبالغه في الفرح، في الفرح فدي بتكون شيء غلط. فلا شك برضو كمان ان المبالغة في الحزن اكبر غلط، يعني انت لا تبالغ في فرحتك ولا تبالغ في زعلك ولا في حزنك. ما ينفعش نسيب نفسنا للحزن او للزعل بزيادة ونرجع نقول يا ريتني. طب كل الكلام الجميل المنمق اللي انا بقوله والمبالغة والمبالغة في الحب وفي الزعل وفي الفرح، ايه علاقته بالزمالك؟ ببساطة شديدة، السوشيال ميديا. السوشيال ميديا شئنا ام ابينا أصبحت جزء أساسي، يمكن صوته طالع واضح ومحرك كبير للرأي العام. وقت الانتصارات هتلاقي هيصة كبيرة ومبالغة كبيرة جدا، ومحدش وقتها بيكون عايز يبص للأخطاء، بنبقى مشغولين بالفرح، بنبقى بنبالغ في فرحتنا وفي انفعالاتنا ومش بنبص على أخطائنا لو كان في أخطاء موجودة. وأكيد بيكون في أخطاء موجودة حتى وقت المكسب. وقت الخسائر بقى هتلاقي السوشيال ميديا مبالغة بقى في الندب وفي الحزن، وبيبقى فيه طبعا وقتها الناس ما بتبقاش حابة ان هي تبص على الإيجابيات. يعني حتى لو في إيجابيات، وقت الزعل وقت الخسارة انت مش هتبص على الإيجابيات، انت تقعد تبص على السلبيات وتقعد تكبر فيها وتفخم فيها وتبالغ فيها زي ما قلت على السوشيال ميديا. وده بيساعدوا وبيزكيوا وبيكتروا حالات بقى التحفيل والتحفيل المضاد اللي بقت خلاص، يعني هي ديت البنزين اللي بيغذي المحتوى الرياضي على منصات التواصل الاجتماعي. طيب في الحالتين المشاعر بتكون مختلفة، يعني الوضع هنا بيكون حاجة والوضع هناك بيكون حاجة تانية، دول ليهم عندهم مشاعر ودول عندهم مشاعر مختلفة، لكن العامل المشترك الوحيد ما بينهم بيكون الخطأ اللي بيقع وهو المبالغة، سواء الناس اللي بتبالغ في فرحتها او الناس اللي بتبالغ في زعلها. طيب خلوني افكركم بحاجه، الزمالك او اقول لكم على حاجه، يعني الزمالك في موسم 2022 2023 لسه، يعني واحنا بنتكلم لحد النهارده، يعني لحد النهارده 4 يناير 23 لسه ما وصلناش للفورمه الكامله اللي وصلنا لها قبل كده الموسم الماضي واللي توجنا فيه عن جداره بلقب الدوري بلقب الكاس عام 2021. يعني الزمالك وقتها قدم مستويات فنيه مبهره رغم اصعب الظروف اللي مرينا بيها واللي واجهتنا تحت طبعا قياده المدرب الكفء والمخضرم، نفس المدرب بتاعنا دلوقتي، هو مستر جوسوالدو فريرا، ابطال الدوري ابطال الكاس. طبعا بتكلم عن الكاس القديم. طيب هل كلامي ده يعني انا جايباه من عندي او هل ده مجرد راي شخصي خاص بيا؟ لا انا مش طالع اقول لكم على رايي الشخصي دلوقتي، انا بتكلم في حاجات حقيقيه. ده كلام مستر فيريرا نفسه، وده كان الكلام اتقال بعد المباراه اللي كسبنا فيها 4-0، ويعني ده كان لسه مباراه من كام يوم امام حرس الحدود في الجوله الثامنه. احنا لسه لغايه دلوقتي ما وصلناش للبيك بتاعتنا او لاعلى فورمه للزمالك. طيب هل الزمالك لما انهى 2022 وهو في الصداره وكان اقوى دفاع، قلنا اقوى دفاع اقوى هجوم، ما واحد من 3 فرق بس ما تهزمتش، كل الكلام ده حلو، كل الكلام ده ينفي طبعا اللي انا لسه قايلاه من ثواني عن فورمه ومستوى الفريق؟ لا ما ينفيهوش. بس هي الفكره ان احنا بنقول الكلام ده ليه؟ ليه بطلع اقول الكلام ده؟ دي ايجابيات حلوه،
ايجابيات بتقولك ان انت وسط كل ده ووسط ما انت لسه مش في افضل احوالك ومش في اعلى فورمه ليك، لكنك بتعرف تكسب وتلم اكتر نقط وتحافظ على الكلين شيت وتسجل اهداف كتير وتكون عندك فعاليه هجوميه جيده. دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، ان انا مش بنفي كلام ان انا بقول ان احنا لسه ما وصلناش لاعلى فورمه لينا، لا دي حاجات ايجابيه بتحفزنا ان احنا نوصل للافضل. طيب بعد الكلام ده بيومين اتنين الزمالك تعرض لاول هزايمه في الموسم خارج ملعبه امام اسوان، يعني مستر فيريرا لسه قايل الكلام دوت من كام يوم وما كناش لعبنا المباراه الاخيره ديت اللي اتهزمنا فيها. طب هل بقى ده لو فكرنا كده بالعقل وبالمنطق وهدينا، انا عارفه ان الواحد وقت الانفعال بيقول كلام وبيفكر بطريقه ويمكن بتبالغ في حزنك وبتبالغ في انفعالاتك وبتشوف ان الدنيا سودة، بس احنا خلاص عدى يومين المفروض ان احنا نرجع نهدى، نرجع نشوف الوضع بشكل منطقي اكتر دلوقتي ونشوف ان هي كانت مجرد هزيمه مش اكتر من كده. خساره مباراه في وسط كام مباراه مش حاجه، وده وارد وبيحصل. هل بقى ده يستدعي كلام بقى من نوعيه ان الفريق انهار وان التشكيل كارثه وبص الحق شوف ايه اللي بيحصل والخطه ضايعه واحنا بنضيع وان اللعيبه فين والحقوا هاتوا لنا صفقات احنا محتاجين 100 صفقه جديده والمبالغات اللي احنا بنسمعها ديت، هل ده يستدعي كل ده؟ فكر بعقلك، اهدى وشوف انت بتتكلم بتقول ايه. الوضع مش كارثي، دي مباراه لسه اول مباراه خسرناها، في ايه يا جماعه؟ احنا لعبنا 10 مباريات، دي اول مباراه خسرنا المباراه رقم 11، مش شيء كارثي ولا حاجه تستدعي ان انت تقعد تقول الكلام دوت ولا تقلب الترابيزه على اللعيبه وعلى الجهاز الفني وعلى الدنيا بالشكل ده. هم دول ابطال الدوري والكاس الموسم اللي فات، ما لحقناش لسه، احنا لسه في بدايه الموسم لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والموسم اللي فات برضو يعني احنا ما كناش في الوقت ده ما كناش في اعلى مستوى. الدنيا بتيجي واحدة واحدة، في الآخر نشوف النتيجة، ما بنبدأش الموسم بأحكام مسبقة ونقعد نقلب الدنيا على لاعبتنا ونهدهم نفسيا. احنا محتاجين دلوقتي ان احنا نشوف ايه الأخطاء اللي حصلت في المباراة ديت عشان نلحقها عشان نعالجها، ده المطلوب مننا. اكيد محدش ما عندوش أخطاء، كلنا بنخطئ، احنا مش جاي يعني احنا مش عندنا فريق من نجوم العالم، ده حتى نجوم العالم بيخسروا. يعني لو هنتكلم عن نجوم العالم، باريس سان جيرمان خسر اول الاسبوع من لانس بنتيجه 3-0، نفس الكلام عن ليفربول خسر اول امبارح من برانتفورد برضو 3-3 مش 3-1 زي باريس سان جيرمان، برضو خسر من لانس 3-1. مانشستر سيتي في البريمير ليج نفسه خسر بدل المره 2 السنه دي، هو يعني بيدربوا يمكن أو بيضربوا أفضل مدرب في العالم على الأقل في القرن 21 باب جوارديولا. عادي الخسارة عادية. أرسنال اللي كان مقضيها مكاسب ويعني كسر الدنيا كله بيقول خلاص أرسنال هياخد الدوري الموسم ده، هو كمان خسر. دي حاجة طبيعية، زي ما بقول لكم أرسنال خسر ماتش وإمبارح سلسلة انتصاراته وقفت أمام نيوكاسل. فعادي يا جماعة ما تكبروش المواضيع. حقيقي ما تكبروش المواضيع، يعني انا اكيد ما كانش نفسي ان يكون في خساره، واكيد كان نفسي ان احنا نفضل مكملين نفوز وانتصارات على طول، بس دي حاجه مش منطقيه وحاجه ما بتحصلش. واللي هيطلع يقول انه في فريق ما بيخسرش ده يبقى مجنون. خساره مباراه مش ازمه اطلاقا. اكيد انا بحب فريقي واكيد بحب ان فريقي يكسب على طول وشايفه ان فريقي احسن فريق في الدنيا وانه المفروض ان هو ما يخسرش وان هو احق بالفوز في كل مباراه، لكن ده مش منطقي ومش طبيعي، ولما يحصل ما نهدش الدنيا وما نوقعش الفريق. عادي، دي رياضه، دي كره قدم، دي لعبه، في الاخر هتكسب وهتفرح وهتفوز وهتكون ماشي بشكل كويس، لكن برضو عادي لما تغلط او تعمل حاجه مش مظبوطه هتخسر، وممكن ما تغلطش، ممكن تكون في المباراه بتأدي المباراه بافضل شكل ممكن، ما يبقاش عندك اي اخطاء في المباراه وتبقى عامل عليك وموت نفسك في الملعب والتوفيق يخذلك وتخسر، عادي جدا. دي برضو لعبة فيها حظ، يعني زي ما بتبقى فيها أداء وخطة وإن أنت تعمل كل اللي عليك في الملعب برضو فيها حظ وفيها توفيق. فده اللي أنا بتكلم فيه، اللي عايزة أقوله لكم وعايزة أقوله لكل محبي نادي الزمالك، الناس اللي بيحبوا نادي الزمالك بجد،
واللي انا عارفه ان هم في كل مكان وبيعشقوا نادي الزمالك، ابعدوا عن المبالغات يا جماعه في كل حاجه في حياتكم، بس انا دلوقتي بتكلم عن نادي الزمالك، ابعدوا عن المبالغات. لا نفرح قوي ولا نزعل قوي، الفريق ده يعني فريق زي الفل بجد والله، هم دول نفس الابطال اللي انتوا كنتوا فرحانين بيهم الموسم اللي فات، لعيبه ممتازه، الفريق ده فريق بطل عنده شخصيه البطل، الفريق ده بيقوده مدرب كبير قوي، يعني ثقتنا فيه كانت بلا حدود من الموسم اللي فات، شفنا عمل ايه مع الفريق وخلى الفريق يختلف بشكل عامل ازاي، لكنه زيه زي اي بني ادم عنده اخطاء بيخطئ وبيصيب، ووارد ان هو يجي مثلا في مباراة او في اتنين ما يعجبكش التفكير بتاعه او الفكر بتاعه او التغييرات اللي عملها او الطريقة اللي بيلعب بيها دي، ده شيء وارد. وعلى فكرة دايما المشكلة عندنا ان احنا ما بناخدش بالنا من ده غير لما بنخسر، لكن لو احنا كنا كسبنا هتقول الله مفيش احلى من التغييرات دي، ده زي الفل، ده اللي هو عامله ده هو ده اللي كسبنا. فبلاش لما نبقى كسبانين نكون بندعم الشخص بالشكل ده، وبلاش اول لما نقع او اول ما نغلط نشيل حد بعينه الليله كلها. وارد الخطا على الجهاز الفني، وارد الخطا على اللاعبين، الفريق ده مش شخص بعينه، دي منظومه كامله. وافتكر ان المنظومه ديت يعني بيقودها بقى ايه؟ مشرف على الكوره، فاهم كويس اللي بيحصل ده، عارف ايه اللي بيحصل، وعارف ازاي يربط الخطوط كلها ببعضها، واكيد شايف اللي احنا شايفينه، اكيد شايف يعني او يمكن شايف الافضل مننا كلنا، هو بقى جوه الكواليس هو فاهم كويس، هو شايف كل حاجه بشكل اوضح. غير كده عندنا مجلس اداره منتخب برئاسه راجل عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، فاهم كويس جدا، ورغم ان هو معروف عنه غيرته الشديده جدا على الفريق، وان هو بيحب يقول كمان رايه عن الفريق زيه زي اي مشجع زملكاوي بيحب الكيان وبينفعل وكل حاجه، لكنه راجل مسؤول وفاهم كويس قوي ايه اللي في مصلحه فريقه وايه اللي هيضر فريقه في الوقت ده. عشان كده سياده المستشار قال انا مش هقعد مع المدرب، مش هقعد مع مستر فيريرا، قال لك ده راجل يعني ليه كل التقدير والاحترام، وحتى لو هو عنده اخطاء وحتى لو في اخطاء هو قادر ان هو يحلها مع لعيبته مع جهازه الفني في الغرف المغلقه، وورنا كلنا ان هو بيثق فيه ثقه كبيره. وزي ما قلت احنا عايزين شويه هدوء شويه تركيز، ده كل اللي احنا محتاجينه اليومين دول، لسه بدري قوي 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 على اي احكام، كل حاجه هتمشي في مسارها السليم لو احنا صبرنا وهدينا ودعمنا فريقنا فقط. صدقوني زمالك اليومين دول مش عايز حاجه غير الهدوء، مش عايز بقى يقعد يسمع على السوشيال ميديا جماهيره وهي عماله بتهاجمه، ده احنا مش محتاجينه خالص في الفتره ديت، ولا بتهاجم جهازه الفني، ده مش محتاجينه، وعايزين نبعده تماما، عايزين نبعد الفريق تماما عن اي اجواء سلبيه او نفسيه تقدر ان هي تاثر عليهم بشكل سلبي. طيب زي ما قلت كل اللي احنا عايزينه اليومين دول الهدوء، ونستنى نشوف اللي جاي. عندنا بكره زي ما قلنا مباراه مهمه، ان شاء الله الزمالك يقدر ان هو يرجع لسلسله الانتصارات مره تانية، يرجع يفرحنا باذن الله في اسرع وقت ويصالح جماهيره.